أعزائي المشاهدين، معانا النهاردة في طريقة البسبوسة بطريقة سهلة جدا، مش هتكلفكم أي حاجة خالص، كلها مكونات من البيت. ودلوقتي هنقول المقادير. معانا كيس بسبوسة، كيس بسبوسة معانا نص كوباية من السمنة السايحة، كوباية من الزبادي، جوز الهند حسب الطريقة حسب الرغبة، عايزة تحطي جوز هند تمام، مش عايزة تحطي جوز هند زي ما انت عايزة حسب الرغبة. معلقة صغيرة من البيكنج باودر. هنحط أول حاجة دلوقتي معانا اللي كيس البسبوسة، هنحطه كله، هنضيف على كيس البسبوسة نص كوباية من السمنة السايحة، هنضيف كوباية من الزبادي، هنضيف نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، حاجة بسيطة خالص عشان متعليش معانا البسبوسة زي الكيكة. وهنقلب لحد كل القوام يتجانس مع بعضه بالشكل ده. هنقلب كويس جدا لحد ما السمنة والزبادي والبيكنج باودر كله يتجانس مع بعضه. وعشان تكون معاكي البسبوسة ناجحة لازم تكون تخينة، البسبوسة لازم تكون تخينة، لو البسبوسة معاكي طرية مش هتعلى لفوق وهتبقى ناشفة بالشكل ده كده، كله يتجانس مع بعضه. هنضيف بقى الجوز الهند، حاجة بسيطة، معلقة صغيرة من الجوز الهند حسب ما انتوا عايزين، عايزين تكتروا تكتروا، عايزين تقللوا تقللوا، ده حسب الرغبة. ونقلب تاني، شايفين القوام معايا؟ القوام البسبوسة لازم يكون تقيل بالمنظر ده، لازم يكون تقيل، طول ما هو تقيل هيديك الطريقة الناجحة. وبعد ما وصلنا تاني مع بعض هنكمل البسبوسة. سر نجاح البسبوسة وطريقة محدش يعرفها خالص ان احنا نضيف شوية من الزيت صغيرين خالص مع معلقة صغيرة من الطحينة. ما تستغربوش، معلقة الطحينة دي اللي هتخلي البسبوسة من تحت لون بني ومقرمشة معاكي من تحت وطرية من فوق، جربوها مش هتخسروا اي حاجة. معلقة الطحينة في اسفل الصينية من تحت، حطي عليها البسبوسة من فوق، هتلاحظي الفرق، مش هتندموا اي حاجة. وما تخافوش ريحتها مش هتطلع خالص في البسبوسة ولا هيبقى ليها اي طعم، ده بس مجرد ان هي هتديكي لون البني، لون بني مقرمش من تحت. وفي نفس الوقت طعمها خطير، هتجربوها وهتدعولي ان شاء الله الوصفة تعجبكم بالطريقة دي بالشكل ده. معلقة الطحينة دي مش هتفرق خالص في الطعم النهائي ومش هتبان في الطعم خالص، بالعكس هتديك القرمشة واللون البني زي ما احنا شايفين هنا كده. هننزل بقى بالبسبوسة الجامدة المتماسكة بالشكل ده، عشان نفرد معانا البسبوسة هنعمل حاجة بسيطة خالص، هنبل ايدينا في شوية مية بساط ونفرد البسبوسة كده بالشكل ده، شوية مية صغيرين على صوابع ايدك، ما تلاقيش مش هتنشف، مش هيجرالها اي حاجة خالص، ما شاء الله ريحتها جميلة جدا، اللهم بارك. بالشكل ده عايزين تضيفوا عليها جوز الهند من فوق مفيش مشكلة، مش حابين عايزينها هي كده بس سادة مفيش مشكلة، في ناس بيحطوا عليها مكسرات حسب الرغبة، التزيين ده حسب الرغبة حسب ما انتوا محتاجين ايه. بالشكل ده كده وكده خلاص، شفت معانا صينية البسبوسة
ان شاء الله تعجبكم. وهنحطها دلوقتي في الفرن على درجه حراره. حطينا البسبوسه في درجه حراره 180 لمده 20 30 دقيقه بالظبط. اعزائي وبعد ما جينا اعزائي المشاهدين كملنا البسبوسه حطيناها في الفرن على درجه حراره 180 اخذت بالظبط 25 دقيقه. هنسقيها بالشربات. الشربات عباره عن كوبايتين من السكر على كوبايه ونص من الميه وكيس فانيليا، ولازم يكون الشربات دافي وبسبوسه سخنه بالشكل ده. بسم الله الرحمن الرحيم. تعرفي تشرب معاكي كده البسبوسه تعرفي كده ان هي نجحت معاكي. شايفين الحروف؟ الحروف ما شاء الله مقرمشه وعسل لون الذهب الحلو خالص بالشكل ده بالشكل ده كده ما شاء الله اللهم بارك. جميله جدا وطريه معانا اهي. شايفين طريه معانا خالص اهي. عايزين نضيف جوز الهند حسب لما انت عايزه، مش عايزه تضيفي جوز الهند براحتك، ده حاجه حسب الرغبه. احنا نحط شويه كده بس مش كتير بالشكل ده. عايزاكم تعملوا لي سبسكرايب للقناه وتفعلوا الجرس. متشكره جدا ليكم مع الشيف جهاد مطبخ جوجو.